صباح الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم كايرو ميديا. معاكم احمد السيسي. قبل اي حاجه طبعا احب ارحب بزملائي. نزله، صباح الخير يا نزله. صباح الخير يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. هدير، صباح الخير يا هدير. صباح الخير يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين طبعا بنسبه راس السنه. طيب. موضوع حلقتنا النهارده مثير جدا، مشكله منتشره في العالم بحاله لحد النهارده مش لاقيين لها حل. يعني ايه ولد تولد لقى نفسه في الشارع معروف، معرفش مين ابوه، معرفش مين والده، معرفش مين مامته، محروم من حنيه الاب والام، وغالبا الام مش هتكون فاضيه انها تربي الطفل ده سواء ولد او بنت. ما بتعرفش تربي الولد ده سواء ولد او بنت. ف والمشكله دي بتتفاقم، فالمشكله دي مشكلة بتتفاقم في أزهار وأسباب وآثار. موضوع حلقتنا النهارده مثير جدا، مشكلة تبص العجز عند العالم بحاله لحد النهارده مش لاقيين لها حل. يمكن أسباب المشكلة دي ضغط الأهل، طلاق، موظف اتطرد من شغله، تقريبا دي الأسباب هي اللي خلقت المشكلة دي. وهي برضو اللي خلت الأطفال يطلعوا للشارع، ودي مشكلة أطفال الشوارع إن هي بتمثل قنبلة موقوتة في كل شوارع مصر. بنلاقيها في الخرابات، بنلاقيها في الجراشات، بنلاقيها في الإشارات، بنلاقيها في كل مكان. وده طبعا مشكلة، هي مشكلة كبيرة جدا، ومبنعرفش إن احنا نتجاوزها. وفي نفس الوقت هما أطفال الشوارع دول بيبقى أعمارهم من وهم من 5 سنين لغاية سن 17 سنة. ظاهرة أطفال الشوارع دي ظاهرة منتشرة جدا منذ القدم، وانتشرت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، بين في كل مكان نروح نلاقي أطفال في الشارع، في المواصلات، في أي حتة بنلاقي الطفل اللي بيشحت واللي بيسرق. بتبقى الأطفال دي وسط عصابات بيشتغلوا على تسريحهم، بيعلموهم ازاي يسرقوا، ازاي يتاجروا في المخدرات، ازاي يشتغلوا في شغلانة الدعارة بشكل عام. ودي الأسباب ومن أسباب اللي من الاسباب اللي بتؤدي للتشرد الاسوء. الطفل لو لقى اسوء من ناحيه الاب او الام فبالتالي هيلجا للشارع، فكده بقى طفل متشرد، بقى طفل شارع. صوره الام السيئه، الام لو مش هتدي حنان للطفل او مش هتدي له طمانينه زي ما الطفل عايز، فبالتالي هيخرج للشارع، فبقى طفل، بقى طفل شارع. وبرده من ضمن الاسباب بتساعد في انتشار كورونا، يعني الطفل دلوقتي موجود في الشارع بيتعامل مع تقريبا كل الناس، فممكن يكون حامل للمرض وبالتالي بينقله. تمام. وهم اصلا اطفال الشوارع دول في منهم هم اصلا منقسمين لكذا فئه، منهم الفئه اللي هي الاقل استقرارا، اللي هي بتبقى مرتبطه بروابط اسريه، بمعنى اصح باباها ومامتها بيحاولوا ان هم يخرجوهم لانهم مش عارفين يلاقوا متطلباتهم، فبيخلوهم يخرجوا الشارع يلاقوا متطلباتهم. وفي منهم فئه كمان اللي هي الفئه اللي بتبقى هي بعيدا عن اهلها، ما بتحبش ان هي ترتبط باهلها، وبتضطر ان هي تخرج للشارع تجيب متطلباتها، وممكن ما ترجعش البيت لان هي اصلا مش حاسه بحنان ولا باستقرار وامن في البيت. وفي اسباب بتتعلق بالطفل نفسه زي حب التملك والحريه والميل للحريه، وبيبقوا في برضو انه من اسباب دي انهم يطلعوا الشارع عدم الشعور بالاطمئنان والحنان من بين ام وابوه، بيتميزوا بينها، يعني بيميزوا بينه وبين اخته، بينه وبين اخوه، فده كله بسبب ان الطفل يلجا للشارع طبعا. وفي اسباب كتير برضو يا احمد، منها التفكك الاسري اللي هو سواء بالانفصال او بالهجره، اللي هو الاب ممكن يهجر البيت فده بيخلي ما فيش اطمئنان، ففي نفس الوقت هما بيضطروا ان هما يخرجوا للشارع. وفي كمان العلاقات الغير شرعيه اللي هي الام بتبقى وصلت بقت حامل ومش عارفه تتخلص ازاي من الفضيحه، فبتضطر ان هي ترمي الطفل يا في الشارع يا في الملاجئ. وفي كمان العنف طبعا، طول ما في عنف في البيت ضد الزوجه وضد الابناء ده بيخليهم ان هما مش حاسين بامن، وبيبقوا عايزين يهربوا باي شكل من الاشكال ان هما ينزلوا الشارع. وبكمل كلامك يا هدير، زي ما في اسباب اسريه وعائليه، في اسباب اجتماعيه زي الاحوال الاقتصاديه اللي حوالين الطفل، والفقر، عدم التخلف، الاميه، سوء البيئه، سوء الجيره، الناس دي برضو بتاثر على الطفل. وزي ما في اسباب في اثار بتترتب على الاطفال الشوارع، بيتعرض اطفال الشوارع لكتير من المخاطر والمشاكل اللي بتؤدي للاطفال دي اللي في الشارع، سواء كان على المجتمع الامني او السلوكي او الانساني. ففي مشاكل امنيه، المشاكل الامنيه الاطفال الشوارع او الاطفال العاملين في الشارع من غير رقيب، ما بيبقاش وراهم رقيب انهم يراقبوا على تصرفاتهم، يلاقوا هم بيعملوا ايه، بيعملوا الصح ولا الغلط، فبيعملوا كل حاجه غلط.
بيبقى وسط الشباب اكبر منهم سنا، فبتعلموا منهم العادات السيئه زي التدخين، زي انهم يتاجروا في المخدرات، يشربوا البرشام، وكل ده. وكمان يا نازله كمان في في برضو اسباب برضو دفعت الاطفال دول ان هم ينزلوا الشارع، اليتم. اليتم لو بابا او مامته مش موجودين، ممكن الام ان هي تتجوز، يجي لهم جوز اب يبقى صعب، ما يقدرش ان هو يتحمل مسؤوليتهم، فبيضطروا ان هم يهربوا او الام ترميهم. والعكس صحيح، برضو الاب ممكن ان هو يتجوز، تبقى مرات اب صعبه صارمه مش قادره ان هي تتعامل مع الاطفال ولا تعاملهم، فمش لاقيين حنان لا من هنا ولا من هنا، فبيضطروا ان هم برضو يخرجوا للشارع. وفي مشاكل اجتماعيه زي الاميه والتخلف والجهل، فده كله بيؤدي ان انتشار الاميه بين الاطفال، ان ما بيبقوش حابين يروحوا المدرسه، حابين بس يبقوا قاعدين في الشارع، حابين يجيبوا اللي هم عاوزينه، سواء كان دخان سواء كان مخدرات اي حاجه، المهم يلبوا رغباتهم في الشارع. اكيد. وبرضو في اسباب عائليه منها برضو احنا ما كملناهاش، اللي هم بيمشوا في طريق باباهم ومامتهم في العمل الغير مشروع، سواء الادمان، سواء الاعمال اللي هي السرقه، النهب، الاغتصاب، ممكن هم يمشوا في كده عشان اهليهم مش قادرين يصرفوا عليهم وكده، فبالتالي الطفل بيرجع يخرج للشارع. اكيد برضو يا احمد صح. وده طبعا بيأثر على الشارع، بيأثر عليهم، فبالتالي بقى طفل منتشر. اكيد طبعا. وفي مشاكل صحيه برضو، انهم من كتر ما هم بيبقوا في الشارع بيتعرضوا للجرب والانيميا. أيوة، الانيميا والصدر، كل الامراض اللي ممكن تتخيلوها، وبيبقوا هم سبب برضو انهم ينقلوا مرض كورونا الجديد للناس اللي في الشارع. بيبقوا هم 90% سبب اكبر انه ينقلوا مرض كورونا في الشارع، لان هم طول الوقت في الشارع، فاكيد اكيد اكيد اتخذ المرض، لانه بيتعامل مع ناس كتير. وبينقلوهم، ممكن ينقلوهم عن طريق ان هم بيبيعوا حاجه، ان هو يقف على العربيه يبيع مناديل، بس في نفس الوقت ممكن ينقله. برضو عندنا ان هو في مشاكل تانية هم بيتعرضوا لها اثرها عليهم، اللي هم بيشتغلوا تحت عصابات. العصابات دي ممكن تستغلهم جنسيا، ممكن تستغلهم ان هي تاخد اعضائهم وتبيعها، وممكن اصلا هي كمان تستغلهم في السرقه وفي النهب، ويعرضوهم للخطر، بيتعرضوا لمخاطر الطريق كتير. وبرده مخاطر الطريق في لانهم على طول في الشارع، وبرده وهم في الشارع اكيد بيقابلوا المشاكل النفسيه والمخاطر دي، لان هو شايف دايما الناس احسن منه. وفي حوادث كتير في المجتمع، يعني انا كنت شايفه طفل من اطفال الشوارع كان بيحكي قصته، بيقول انا والدي بعد ما توفى زوجة والده طردته من البيت، وبقاله 5 سنين قاعد في الشارع، بينام وبيصحى بس عشان يجيب فطار لنفسه، وبياخد فلوس من اي حد عشان يجيب له السجاير، وبدأ يتاجر في المخدرات عشان يجيب فلوس اكتر، ويجيب اكتر مخدرات ويجيب اكتر سجاير ليه، وبقى حياته صعبة جدا. فبيقولك انا حابب اغير من نفسي، حابب ابقى اخش المدرسة عشان الاقي شغلانة كويسة بعد كده تحتويني، واقدر اصرف بيها على نفسي في طريق صح مش طريق غلط. ومن ضمن الاثار برضو اللي بتاعت السوشيال ميديا، السوشيال ميديا اثرت جامد على الاطفال. يعني الطفل اللي اتعدى 16 سنه دخل محل صاله العاب، او زي ما بيتقال سايبر، كان في ايده سلاح خرطوش، وضرب بيه 2 بهدف تقليد عبده موت. ما كل ده بيأثر على المجتمع بالسلب مش بالايجاب، فاحنا لازم نلاقي معالجه للموضوع ده. تمام. وفي برضو بسبب المخدرات وادمانها وتعليمهم، ان هم بيتعلموها من اهاليهم او من العصابات زي ما قلنا قبل كده، ان هم في 4 اولاد كانوا ماشيين، كان في شيخ ومراته ماشيين مروحين في احد الشوارع، طلعوا عليهم بالليل وضربوهم وقتلوهم، علشان هم محتاجين ياخدوا مخدرات زي شريط الترامادول. فكل ده حصلت بسبب الشريط ده، وخدوا منهم في الاخر كام؟ خدوا منهم 50 جنيه. وده برضو يعني دي مشكله، ان هم المخدرات هنا بتلعب دور كبير جدا 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 على اطفال الشوارع. لازم نبني لهم بقى ونعالج الوضع ده، عشان نبقى في مجتمع سليم، مجتمع راقي، وسط ناس راقيه. وبرده في العمرانيه في الجيزه، طفل اتعدى برده 16 سنه وال 15 سنه قتل طفل في شقه امام مسجد عشان خاطر 15 جنيه. ده كله بيأثر على المجتمع اكيد طبعا. يعني في حوادث كتير جدا بتحصل في كل مكان، احنا بنشوفها طول ما احنا ماشيين. وكمان هما لما بيتعلموا الحوادث بتاع من العصابات ومن كده، في حوادث كتير اصلا احنا ما نعرفهاش. والمشكله ان هما السن الصغير بيبقى فيهم سن صغير جدا،
صعب ان هو يقدر يفهم ويدرك هو بيعمل ايه. وبرضو من ضمن الاثار الملاجئ، المفروض ان الملجأ ده هو بيته، طالما ملوش بيت مامته رماته في الشارع او باباه، المفروض الملجأ بيحتويه. لا بالعكس، اوقات الملاجئ بتبقى هي السبب ان اطفال الشوارع تخرج للشارع بسبب المعامله السيئه. بالزبط. ايوه زي ما انت قلتي. وبرضو المدارس برضو بتبقى سبب عامل برضو انهم يهربوا من المدرسه للشارع بسبب المدرسين اللي بيعاملوا الاطفال باسوا وبيرهبوهم وبيخوفوهم منهم، ده كله طبعا بيخليهم يلجأوا للشارع. وبرضو زي ما هدير قالت من شويه، اللي هو الاب اللي هو اللي بيقصوا على الابناء. طفل علي اتفق مع مع والدته ان هو يتخلص من باباه عشان مش قادر يكفيه في مصاريف. فعلا بتحصل كتير الحوادث دي. فالحوادث دي والمشاكل دي بتنتقل من جيل لجيل لجيل، فاحنا لازم بشكل سريع نلاقي حل ومعالجه للموضوع ده، بحيث ان الجيل الجديد اللي طالع يطلع جيل كويس. المشكله دي فعلا بتتفاقم، يعني لحد النهارده العالم كله مش لاقي لها حل. فاحنا المفروض نعمل مؤسسات، ان هي المؤسسات اللي هي تعالجهم وتراعيهم، مؤسسات صحيه تراعيهم وتشوف طلباتهم، واهم من ده كله انها تساعدهم ان هم يجيبوا رزق، لان والاهم برضو من الرزق ان هي تساعدهم ان هم يتحملوا المسؤوليه، لان من غير تحمل المسؤوليه مش هيجيبوا رزق. نبني لهم مستشفيات، تبقى المستشفيات دي من ضمنها من جوه كل التخصصات الطبيه، سواء تخصص نفسي، واهم حاجه يبقى التخصص النفسي ده موجود، بحيث ان الاطفال اللي بيبقوا في الشارع دول حالتهم النفسيه تحت الصفر، ما بيبقوش قادرين انهم يتكلموا مع حد، فلازم يتكلموا مع دكتور نفساني يفهمهم ونعالج المشاكل دي. محتاجين رعايه صحيه برضو، لان هم طول الوقت في الشارع مش لاقيين اهتمام. اكيد تعرفوا ان هم بيمثلوا نسبه 15% من سكان العالم، طبعا نسبه كبيره بالنسبه للسن الصغير ده، نسبه كبيره جدا. من جيل لجيل. والاهم من ده كله اصلا يعني اللي بيتخلق طفل بيتعمل بيبقى فيه طفل متشرد، ممكن تكون الاسره، يعني لولا الاسره لازم الاسره توعي الطفل، تكون حنينه برضو عليه وتراعيهم عشان خاطر ما يخرجوش الشارع. بتلعب دورها برضو في الموضوع. والفقر. ده الفقر والجهل والاميه بس بيبقى العامل الاكبر الاسوى. الاب حنين والام حنينه، الطفل هيبقى على الاقل في حنيه ومش عاوز يهرب من البيت، مرتبط بيهم كمان. وكمان على فكره برضو الانتقال من الريف الى المدينه برضو ده عليه عامل، هما بيبقوا عايزين يجوا هنا يقلدوا المدينه، فهم مش عارفين يقلدوها من اي اتجاه، مش عارفين الطريق الصح اللي يمشوا فيه. والمعامله برضو يعني المدينه مفتوحه، المعامله لو طفل في الشارع فلازم نعامله كويس كانه واحد مننا، مش بقله مثلا او ان هو ان انا احسن منه. الاطفال الناس دي في الشارع بتشوف ناس كتير، ما نتكبرش عليهم عشان احنا كويسين وهم مثلا لا، هم كويسين برضو بس مش لاقيين اللي يراقبهم ويمشيهم للطريق الصح. هم كل اللي شافوهم في حياتهم شايفينهم ان يمشيهم في طريق غلط. ايوه صح. وبرضو هما بيبقوا متأثرين نفسيا، لان الاطفال دي لما بتقف في اشارة او بتقف في الشارع بتلاقي اطفال كتير مع والدها او والدتها في العربية، فبتتأثر. يعني انا الطفل في سني عايش وعلى الاقل بياكل وبيلبس، بس دي اقل متطلباتهم في الحياة. من والديه اهله بياخدوه معاهم بيطلعوهم وهو قاعد بيبيع مناديل في الشارع علشان يجيب له اي حاجه لنفسه، يجيب ساندوتش حتى. يعني والناس دي فعلا مظلومه ومش واخدين حقهم طول حياتهم، مش واخدين حقهم خالص، ومحتاجين رعايه من كل حاجه، يعني صحيه ونفسيه، وزي ما انا دلوقتي نفسيه، ومحتاجين كل حاجه، ومحتاجين برضو رقابه عشان رقابه امنيه عشان برضو الحوادث اللي احنا لسه قايلينها دي. وبرضو المؤسسات الخيريه ما ننساش دورها. صح. ايوه ما ننساش دورها، يوزعوا بطاطين عليهم على الاقل في الشارع، يوزعوا لهم ملابس شتويه وفي رمضان الشنط الرمضانيه وكمان والبنات. ممكن الاهل، ممكن الناس اللي في البيوت، لو انا مش محتاج الهدوم دي، لو لقيت اي طفل في الشارع ممكن اديها له، بدل ما اروح يعني ارميها او اعمل فيها حاجه، ممكن اغسلها واكويها واديها له، هيفرح بيها جدا. دي اقل متطلباتهم. وكمان الاعلام بيلعب دور كبير في الظاهره دي، ان هو ممكن هيوعيهم عن طريق ان هو يعمل ندوات للاهل. ولازم برضو منظمات الحكومات تاسس منشات ترعى، تكون مسؤوله انها مثلا عن حمايه الاطفال،
عن حماية الأطفال المتشردين عامة، وما يسموهمش كده. لازم المؤسسات برضو تراعي البنات اللي هم الحالة المادية عندهم تحت خالص، في تجهيزهم بيبقوا عرايس نفسهم يتجوزوا بس مش لاقيين اللي يجهزهم، حابين اللي يجهزهم، يبقى في تخصص كده للعرايس البنات في سن معين اللي هم بيتجهزوا ليهم جهاز العروسة ليهم. وكمان لازم يبقى في رقابة على الملاجئ يا نظلة، لان هي برضو قلنا ان ده بيتهم سبب اكبر. طبعا. وكمان ممكن في المدارس نخصص لهم اللي هي فصول او كده، بتبقى ممكن فصول تقوية، فصول ان احنا نخصص لهم عدد من المدرسين انه اللي هو يقدر ان هو يعلمهم، طالما هم مش قادرين يدفعوا، لان هم لو اتعلموا على الاقل هيبقوا هم فاهمين واعيين هم بيعملوا ايه، مش هيبداوا يخربوا في امن البلد. احنا المفروض اصلا الحكومه تعمل قوانين صارمه للناس اللي مثلا اللي هم المعلمين اللي هم بيشددوا في التعليم، عشان خاطر بسبب اصلا التشديد في التعليم في الطفل بيهرب، فليه الطفل يهرب؟ فالمفروض يعملوا قوانين صارمه انها يعاقبوا بقى المعلمين اللي هم يعملوا كده، المدرسين اللي يعملوا كده. والاهل برضو بيلعبوا دورهم بتخويفهم في المذاكره، ان انت لو ما ذاكرتش هتبقى اقل من فلان، انت لو ما ذاكرتش هتبقى اقل من فلانه، فلازم تذاكر، وبيشد عليهم جدا في المذاكره، فده برضو يخليهم يخافوا من المذاكره ويحبوا انهم يبعدوا عنهم، ان عشان خلاص بمعنى يعني بالعاميه كده ما خلاص ما تجيوش بقى تتكلموا معايا مذاكره مذاكره مذاكره، انا مش هخش مدرسه، انا هطلع بره البيت. ما هو برضو المفروض المدرس ما يخوفش الطفل، وهيخوفه فبالتالي الطفل مش هيروح له تاني، او مش هيكره الدراسه. والد الطفل ووالده الطفل برضو في منهم تخويف في حته الدراسه. احنا اصلا ولازم كمان يعملوا مراكز مهنيه، ولازم في الحكومه يبقى في الوظائف الحكوميه يبقى في جزء اللي هو لازم يبقى في ناس اللي هم الاهل يشتغلوا، لان الفقر هنا بيلعب دور كبير. ما هو انا بخرج اسرق ليه؟ لان انا معيش اكل، معيش البس، معيش، عايز اقل، دي اقل احتياجاتي، ان انا شايف الناس كلها بتاكل وبتلبس وبتشرب، انا مش عارف الاقي ده، فبضطر ان انا بسرق. وانا لو لقيت انه تجاره المخدرات هتجيب لي فلوس ومبلغ اكيد هشتغل فيها وهمشي للطريق ده أكيد. طالما انا معيش فلوس يبقى فعلا لازم نوفر هيئات مخصصه انها تساعد الاسر الفقيره في الرعايه سواء ماديا او معنويا او اي حاجه. المفروض عشان نوفر لهم متطلباتهم المفروض نوفر لهم يبقى في جزء بسيط من العيله اللي هم في الحاله الماديه تحت يوفروا لهم جزء بسيط مالي، يشوفوا كم طفل عندهم، يوفروا جزء للاطفال دي، جزء للاهالي نفسها، نوفر الوضع يعني. فعلا المفروض برضو نعمل الاطفال المشردين والناس دي اماكن خاصه عشان يتعالجوا من الادمان، رعايه مراكز صحيه. اطفال الشوارع دي مش حاجه وحشه، لا بالعكس هم كويسين جدا، بس مش لاقيين اللي ينقذهم يمشيهم في طريق صحيح. صح. فده كله بيبقى سبب، ولو ما لقوش فده بيسبب مشكله في المجتمع بقى من جيل لجيل لجيل لجيل، بيهدد امنه كمان، بيهدد امنه، بيهدد امانه، بيهدد كل حاجه. ممكن المجتمع ممكن بيقع جزء منه كبير بينهار، لان الجيل ده هو اللي بيقف عليه المجتمع. بدون اجيال، ما الاجيال دي لو اتربت كويس هتطلع تنفع مجتمعها، لكن هي للاسف مهمشه وللاسف منقوده مننا جميعا، مش من الفئات معينه، مش من المدارس بس، لا هي من كل المجتمع. احنا مش لازم نخاف منهم، لا بالعكس كويسين جدا، ناخدهم كانهم لو مش هتاخدوها كانه ابنك خديه كانه اخوك عادي برضو، يعني مش حاجه وحشه ان انت تشوفي اخوك او تشوفوا اخوك في الشارع. وبرضو المفروض نخصص لهم جزء مثلا من الدخل بتاعنا، يعني كانه من عيلتي، يعني دخل من دخل الشهر لازم اشيل حساب لي، اعمل حساب ليه. او لو اتعمل صندوق كل فرد دفع جنيه هنجمع مبلغ يعني كبير جدا. الجنيه ده ما بيعملش حاجه دلوقتي، هيجيب اكل وهيجيب لبس وهيوفر له حاجات كتير قوي، يبقى لهم صندوق. الصندوق ده لو اتقسم على كذا، يشوفوا عدد الاطفال ويقسم عليهم، كل واحد لبس هيجي له، اللي هيجي له اكل، اللي هيجي له شرب، كل ده بيساعدهم. يعني احنا لازم نقف جنبهم عشان نخلي المجتمع ده كويس، بدون ما احنا نلاقي هم ما لهمش رقيب، فاحنا لازم نبقى الرقابه عليهم. وعشان نرفع برضه نفسيتهم معنويا المفروض نبرر لهم بالالعاب، ده حاجه هتفرحهم جدا اكيد طبعا. عشان هو اكيد 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 ما عندوش العاب، فالالعاب ده هتبسطه جدا. وكمان اصلا هو برضه في عامل برضه سبب بيخليهم ان هم يخرجوا الشارع، كثره النسل. ما ينفعش ابقى انا معيش دخل واخلف كتير جدا، ما هي دي برضه مشكله، ما هي دي برضه بتعمل مشكله كبيره، ان انا
ما بشتغلش ومعنديش ان انا قادره اعيشهم، طب ما هو انا اخلفهم كتير، ما هي دي برضو الاسره هنا بتلعب دور. ما هما فكرتهم بقى انه يخلفوهم، في اهالي يخلفوا كتير عشان عيالي ينزلوا يشتغلوا ويصرفوا عليا بقى بعد كده، يشتغلوا بقى في الشارع مش مهم، المهم ان يصرفوا عليا، فده برضو غلط. وفي برضو مشكله بتواجه الملاجئ، الملاجئ مليانه مليانه على فانا فيها اطفال كتير قوي، ف على عدد كبير، فما بيقدرش يوفر اكل، ما بيقدرش يوفر شرب، لازم لبس. يراقبوا على الملاجئ ويقسموا الاطفال على مستوى الملاجئ الماديه ازاي، بحيث انه يقدروا يوفروا للاطفال في الملجأ اللي هم متطلباتهم، عشان ما يلجأوش للشارع ويشوفوا متطلباتهم في الشارع. لان كمان لا يا كمان يا نظله، كمان في حاجه ان الملاجئ اوقات هي لما بيروح لها تبرعات ما بتفرقهاش على الاطفال، بتاخدها لنفسها، دي مشكله ساعات، دي مشكله لازم ان هي مش هتخليهم محتاجين. المفروض دي مشكله دلوقتي، المفروض يبقى لها مثلا على رقابه ان هي عشان ما يحصلش كده تاني، حملات تفتيش، يعني مؤسسات تبقى مهتميه بالموضوع ده، ان هي تنزل تفتش دايما، حقوق الطفل اكيد، شوفوا الوضع، شوفوا الدنيا ماشيه. وبرده المفروض حاجه مهمه جدا تطور تعليمهم، يعني في مدرس، المعلمين يتطوعوا في تعليمهم مجانا كده، مراكز، المراكز ايوه في تعليمهم، حتى يخرجوا في نزهه مثلا مع الاطفال المشردين. أيوة. اكيد اكيد اكيد، لا في حلول كتير جدا 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 نقدر نعملها علشان نحاول ان احنا نخفف من الفئه اللي بقت كتير جدا في الشوارع. الطفل ده بيواجه مشاكل كتير لانه على طول في الشارع، فبالتالي قدامه حاجات كتير، ف وبرده الاعلام بيلعب دور، ان احنا ممكن مش ما يقفش بس على البرامج، احنا في افلام كتير بتتعمل ومسلسلات كتير بتتعمل، وهم اكيد بيشوفوا التلفزيون، احنا لو مثلنا لهم ان المسلسلات اتعملت ان هي تحاول ان هي تحل المشكله دي، ده برده ممكن يساهم. بس إيه؟ في مسلسلات، لا في مسلسلات طبعًا بتيجي زي ما كان احمد قال في الاول، عبد موتة، دي مشكله. مع الاسف اعزائي المشاهدين وقت حلقتنا انتهى. كانت حلقه مثيره جدا، يا رب نكون افدناكم النهارده بمعلوماتنا، واحب اشكر زمايلي، كنت معاكم هدير علي، احب اشكر احمد، شكرا يا احمد، شكرا يا نظله، استمتعنا جدا معاكم. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه الصحه والجمال، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا كايرو ميديا. حابب الاول اعرفكم بنفسي، معاكم اسلام رضا، وحابب اعرفكم بزملائي. اهلا ندى، ازيك يا اسلام؟ ازيك يا ندى؟ اهلا ساندي، ازيك يا اسلام؟ موضوع حلقتنا النهارده موضوع مختلف جدا، هنتناقش معاكم في قضيه انتشرت بشكل كبير في الفتره الاخيره، وهي ظاهره التنمر. كان بيتقال زمان ان القتل لازم يكون بسلاح، حاليا ساعات سلاحك ساعات سلاحك حاليا بيكون تنمرك على خلق الله. اللي بيتقال عليه بالعاميه التنمر، بيتقال عليه بالعاميه ان هو تحفيل، التحفيل ده اصبح حاليا قتل عمد. وللاسف يا اسلام لاحظنا في الفتره الاخيره ان المتنمر ده بيتنمر على اي موضوع واي محتوى من غير ما يعرف اصلا الموضوع ده هيضايق الشخص ده او لا. انا بحس ان هو اصلا بيلاقي نفسه في موضوع التنمر ده، فما بيعملش حساب اذا كان هيأثر على الشخص اللي قدامه ولا لا. وكمان عندنا مصطلح التنمر بيبقى زيه زي العادات والتقاليد، السبب هو فقدان الشخص ثقه في نفسه، وكمان بيبقى عنده مرض نفسي. ودلوقتي منصات التواصل الاجتماعي ادت فرصه للجاهل ان هو يسيء لاصحاب العلم واصحاب المستوى الرفيع. بالفعل يا ساندي، كما أكدت منظمة اليونسكو عندما قامت بإجراء دراسات على مدار 19 دولة، وأكدت النتائج أن بنسبة 34% بتتعرض الطلبة للتنمر، التنمر اللفظي والمعاملة القاسية، و8% بيتعرض للتنمر البدني. ما تنساش كمان أن الأسرة لها دور مهم جداً، لان هي المسؤوله عن تربيه الابناء، لازم تزرع جواها اخلاق وحب. يعني ما اشوفش ابني او بنتي بيتنمروا وعدي الموقف ده عادي، لازم يكون في حساب في الموضوع ده، وما احسسهمش ان الموضوع ده يعني زي اي موضوع ان هو عادي تتنمر على اي شخص.
المسؤولية في الأول والآخر بترجع للأسرة. صح يا ندى، وكمان زي ما في اجتماعي وفي أسري، دلوقتي برضو في صحي ونفسي. صحي ونفسي هو بيعمل مشاكل سلوكية وصحية، وكمان عن بمدى طويل بيدخل الإنسان في اكتئاب. وكمان برضو عندنا حالات التنمر بتوصل لسلوك عدواني، وكمان بتوصل للانتحار، وده اكدته الدراسات ان اغلب 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 الانتحار بسبب ان هم بيبقوا تنمر. فعلا بيتحول للشخص من شخص عادي بعد التنمر لحاله اكتئاب وحاله وحده رهيبه. وفي بعض الاحيان ما بنقدرش نوصل فكره الاكتئاب اللي بيوصل لها المتنمر من الاشخاص اللي بيتنمروا عليه، بس بيبقى بشكل كبير الغلط او اللوم الاكبر بيبقى على الاهل، ان هم المفروض انهم يعني يعلموه ويفهموه ان هو ما ينفعش الاساءة للاخرين، ما ينفعش يأثر على نفسيتهم ولا يوجه لهم اي كلمة تأذيهم. فارجوكم فهموا اولادكم ان التنمر زيه زي السرقة والخيانة، واصبح جريمة يعاقب عليها القانون. بالظبط كده، لان لو ما هي ما كانتش جريمه اصلا، ما كانتش الدوله عملت قانون ليهم ان اي حد هيعتدي على اي شخص سواء بكلمه بنظره باي حاجه بيبقى ليها عقاب. وكمان يا ندى العقاب بتاعها حبس 6 شهور وغرامه 20,000 جنيه لاي متنمر، حتى لو هو فاهم او جاهل او متعلم، حبس 6 شهور وغرامه 20,000. بالظبط. كمان الشخص اللي ما يبقاش عنده ثقه في نفسه، دي جريمه في حق نفسه كبيره جدا كمان. ايوه اكيد. ايوه، بتعشم المتنمر ان هو او بتخليه ان هو يتنمر عليه على طول، اللي هو الموضوع بالزبط. بالنسبه له عادي يعني. بالظبط. وكمان التنمر العاطفي ان هو بيدي في مشاعره او بيسبب له برده اكتئاب جامد. تمام. احنا برده مش عايزين ننسى ان الجانب الديني ان هو برضو في الاسلام حرم ان هو اي حد يعتدي على حد بكلمه او نظره او اي حاجه، وفي ايه قرانيه كمان بتحسب كده. بالظبط، وكما ذكر في كتاب الله عز وجل ولا تعتدوا فان الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. وكمان يا اسلام جميع الاديان السماويه اكدت ان التنمر ما فيش حاجه اسمها تنمر، لانه بيأذي اي حاجه بتأذي الانسان نفسيا وصحيا سلوكيا بيوصله للانتحار. فكل الاديان اكدت ان غلط التنمر. وبالرغم كمان من ان ظاهرة التنمر ليها شكل سلبي كبير جدا، بل بالعكس كمان ليها دور ايجابي كويس جدا. بالعكس، ان ممكن الكلمة اللي تحطني في نقطة ان انا ابقى متضايق او في وحدة او تعرضت لاكتئاب، هي ممكن تحولني للاحسن وممكن تغيرني كمان. يعني في مثال، حتى في الطلبة في الجامعة في الكلام ده، ممكن لو انا مستواي مثلا قليل في الدراسة وكده، ممكن بكلمة سمعتها من الدكتور أو من أحد زملائي، بدل ما تأثر عليا بشكل سلبي، بالعكس ممكن تأثر بشكل إيجابي كويس جدا كمان، وإن أنا أتغير للأحسن في حاجات كتير جدا. بالظبط. وكمان في يعني سلبيات في الموضوع ده، يعني ممكن حد يقول لي كلمة كده فاللي هو لا اتضايقت، وممكن أنا عزل عن الناس واتضايق وأبقى في حالة وحدة تماما. وساعات في ناس كمان من كتر التنمر المتكرر عليه بيفكر في الانتحار على طول. صح يا ندى، وزي ما اسلام قال ليها ايجابيات برضو ليها سلبيات، وزي ما انت لسه قايلاهم. وطبعا بيدخل الانسان في مرحله اكتئاب طويله، غير طبعا السلوك بيتغير، بيبقى عصبي، بيبقى كمان نبعد، نحاول كمان على قد ما نقدر ان احنا نبعد عنهم العنف ونحاول نوعيهم. بالظبط. وكمان في حوادث في الموضوع ده كتير قوي، يعني في الفترة الأخيرة دي كانت كل ما أشوف حالة انتحار قدامي بيبقى بسبب التنمر. في كذا حادثة للموضوع ده. بالظبط. في حادثة زي ضحية دمياط، دي كانت طالبة اتعرضت للتنمر بسبب لون بشرتها من مدرس اللغة العربية عندها، والموضوع يعني أثر عليها بشكل سلبي كبير جدا كمان. وكمان في برضو ضحية تاني في اسكندرية، كانت طالبة في معهد، كانت كل ما تروح المعهد صحابها يتنمروا عليها، لحد ما راحت وحكت لمامتها بقى، ومامتها رجعتها تاني المعهد فتنمروا عليها تاني لحد ما وصلت للانتحار. شايفه قد ايه التنمر بقى بيوصل للانتحار. في حاجه كمان، يعني في الفتره الاخيره في حاله تنمر ظهرت، او حاله انتحار اسفه، كان شخص طفل اصلا ما عداش تقريبا 13 سنه، كان وزنه زياده، فاصحابه فضلوا يتنمروا عليه وانتحر، يعني
خلوا ان طفل في السن ده يفكر في انتحار، فدي في حد ذاتها جريمة يعني. فعشان كده لازم نمنع التنمر ده، ولازم كمان كل القنوات تتكلم عليها، توعي ببرامج بقى، اذا كان برنامج برامج توعية او برامج دينية. وكمان ما نخليش وقت فاضي للاطفال، نستغل الوقت ده كله ان هم يعني يشغلوا وقتهم عشان ما يفكروش كده. كمان لكل مشكله حل، يعني مشكله التنمر ليها حل، ان احنا نزرع في اولادنا من صغرهم القيم والمبادئ الدينيه والاخلاق، ونعرفهم بالقيم وان هم يحترموا الاخرين وعدم الاساءه باي كلمه ليهم. بالظبط. ولازم اهم حاجه ان الشخص يكون عنده ثقه في نفسه، يعني مثلا ما يبينش للمتنمر ده ان هو ضعيف او اتضايق من الكلمه اللي هو قالها. يعني هو لو عمل كده وبين للشخص ده فهو هياخد على كده وهيتنمر عليه على طول. بس لو هو يعني زودها في حكايه التنمر ده وفضل برضه متكرر في التنمر، فهو بيحاول على قد الامكان ان هو يدافع عن نفسه ويبقى يبان ان هو شخصيه قويه، لان لو ما عملش كده الشخص المتنمر ده هيفضل على طول متنمر وهيفضل على طول بيضايقه بالكلام. يعني غير ان طبعا بيسبب لهم مشاكل في حياتهم كبيره جدا زي اللي انت لسه قايلها دلوقتي. بالظبط. كمان فعلا اولياء الامور المفروض يعني يوفروا لهم الظروف المناسبه اللي هم يشتغلوا دايما مع اولادهم في حته الثقه بالنفس وعدم الكبرياء عشان خاطر ان هم يقووا شخصيتهم. بس مش كده بس، يعني ممكن كمان يعملوا او يشتركوا في برامج تعليميه عشان يحسوهم ان هم التنمر ده لا جريمه، ما ينفعش ان هم يعملوه او يفكروا فيه اصلا. ولازم يكون في علاقة صداقة بين أولياء الأمور والأبناء، ويكون في حوار المناقشة، وإن هم من نفسهم الأطفال يروحوا يحكوا كل حاجة، يعني ما يكونش في سنة الخوف قوي من حكاية المناقشة بين أولياء الأمور. بالظبط. وزي ما ساندي قالت كده، دور القنوات ليه دور مهم جدا كمان في إنهم بيوضحوا الفكرة بشكل كويس جدا. بالظبط. وكمان لازم برضو نقول لأولياء الأمور إن مثلا لو أنت شايف أو حاسس إن طفلك داخل في حاله اكتئاب مثلا، ما عندوش ثقه في نفسه، لازم يعرضه لطبيب نفسي، يعني ممكن يبقى مشكله من مشاكل التنمر. تمام. وفي كمان في يعني في اخر فتره برضو الاحصائيات قالت ان 43% من المراهقين بيستعملوا الالكتروني يعني وكده في الموبايلات والكلام ده، فدول بيبقوا اكتر ناس معرضين للتنمر. لان في كمان اشكال التنمر الالكتروني اللي هو مثلا واحد يعمل اكونت مش حقيقي ويبعت مثلا رسائل تهديد، يعمل كومنت مش كويس على اي صوره سواء في يعني كومنت اجتماعي او اخلاقي. وفي كمان شخص تاني اللي هو ممكن ياخد صوره بتاعت شخص وينشرها من غير ما ياخد رايه، او يعمل صوره مش حقيقيه وينشرها للناس، ما ينفعش الطرف التاني ده ان هو يبان فيه، يعني مش اي حد يشوفه. للاسف كمان هم اكتر الناس اللي بينتقدوهم الناس اللي مش متعلمين. بالظبط. تمام. ايوه. وكمان بيدوا فرصه برضو ان هم يدخلوا يعني يكلموا ناس يسوء لاصحاب العلم. كمان الموضوع بقى واخد حيز كبير قوي في الفتره الاخيره دي، ان اصلا بقى في ناس يعني حتى لو انا شكلي مش ملفت او ما فيهوش حاجه ان الناس تتنمر عليها، بالعكس دول بقت اتحولت وظيفتهم ان هم يدوروا على حاجه يتنمروا بيها. بالظبط. في ناس انا بحس ان في ناس اصلا بتلاقي نفسها في التنمر ده، اللي هو لا انا خلاص انا مثلا هطلع اعمل بيدج مثلا وهنزل صوره حد، ومش لازم يكون اي شخص، يعني ممكن يكون ممثل برضو بيتنمروا عليه باي شخص، بيبقى ليهم وقت كده ان هو لا انا هروح اتنمر على الشخص ده باي كلمه. بالظبط. اللي هو يعني زي ان هو بقى حاجه كده زي تسليه في وقت فراغ. تسليه. ايوه. فالموضوع بقى ما احنا قلنا بقى نحاول نملي وقت الفراغ ده دور الاسره والمجتمع، ان احنا ما نخليهمش فاضيين عشان ما يعملوش كده. بالظبط. والمفروض ان انا ما اظهرش ضعفي خالص للشخص المتنمر اللي بيتم عليه التنمر، المفروض ما يظهرش ضعفه خالص. المفروض ده عشان الشخص اللي بيتنمر عليه ما يستغلش النقطه دي فيما بعد، ناخدها بقى بايجابيه في التنمر كمان. بالظبط. ويحاول ان هو ياخد كل التنمر وكل اللي بيحصل له ده بشكل ايجابي، ما ياثرش عليه بشكل سلبي. ولو نفسيته تعبت قوي فهو ممكن يتعالج يعني، والشخص المتنمر ده كمان بيتعالج، يعني هو ممكن يكون برضو عشان حصلت حاجه في حياته، فممكن برضو بيطلع التنمر ده على شخص تاني، فده برضو بترجع في الاول والاخر
لو ولي الامور اكيد في حاله نفسيه خليته ان هو يوصل لكده او يتنمر على اي شخص من غير ما يعمل له حاجه، دي بتبقى حاله نفسيه. لان المفروض كمان الشخص لو ما تعالجش ممكن يتحول لشخص عدواني، سواء بقى في شغله في البيئه المحيطه بيه. بالظبط، والبيئه والاسره كمان ليهم دور كبير قوي في ان هم ما يخلوش الشخص يقدر ان هو يتنمر عليهم. هو لو الشخص طالع من بيئه كويسه واسره كويسه مخليه بالها ان هو مثلا لو لاحظت حاجه وتوديه لدكتور نفسي زي ما انا لسه قايله كده، مش هنلاقي مشكله خالص في التعامل. في شباب اصلا بتعمل حملات الايام دي وندوات ان هو ازاي الشخص ده يتعالج، ازاي نتخطى التنمر ده، ازاي لو اي حد حصل له تنمر يبلغ عنه او اللي هو يتصرف ازاي. في حملات كتيره او اعلانات كمان اتعملت في الفتره الاخيره دي كمان. وكما ذكر في الحديث الشريف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالظبط، ده بالنسبه للاسره. يعني انت المفروض كولي امر يبقى عندك مسؤوليه ان انت تجاه اولادك ان انت تعلمهم ازاي يحترموا الاخرين، ازاي ما يوجهوش اي كلمه مسيئه، لان هم المفروض يعني يحطوا نفسهم مكانهم الاول. بالظبط. وكل الاديان السماويه لغت نقطه الاساءه للاخرين. بالظبط. وكمان برضو مش عاوزين ننسى ان احنا ممكن لما نلاقي مثلا واحد بيتنمر عليه ما تنمرش كمان معاه كفكره هزار، يعني برضو اكيد دي بتيجي عليه سلبيا. بالظبط. كمان في خطوات لازم نتبعها عشان خاطر نخفي ظاهره التنمر دي بشكل نهائي. يعني ان مثلا اولياء الامور يحرصوا على تربيه ابنائهم، بيبعدوا خالص عن نقطه العنف. بالظبط. والكبرياء، وانهم يشتغلوا دايما زي ما قلنا ان هم يشتغلوا على نقطه الثقه بالنفس بشكل كبير جدا. كمان زي ما قلت اللي هي البرامج التعليميه دي لازم ان هو الشخص يركز فيها، يعني هي دي اكتر. يعني الاطفال في الاول بيستمتعوا بالاعلانات والجو ده في الاول، فاللي هم اي اعلان هيظهر لهم بشكل كويس ويكون برضه مضمون اللي هو الرساله بتاعت التنمر ده، فهو هينجذب بيه بسهوله يعني، فبالتالي فهو هيقدر يعرف ان ده غلط. يعني الطفل من صغره لازم نعلمه ايه الصح وايه الغلط، لان هو ساعتها بيستوعب كل حاجه. يعني ما ينفعش بعد ما فوات الاوان ويقول لا ولا غلط وده مش عارف ايه، فهو مش هيستمع منك اصلا. بالظبط. وبناء علاقه كويسه ما بين اولياء الامور والابناء، صح. يبقى في علاقه صداقه. وكمان برضو زي ما احنا قلنا اولياء الامور لهم دور مهم جدا في البيت ذات نفسه من التنشئه، ان هما ما يطلعوش شخص عنيف، ما يخلوش وقت فراغ عنده، يعني يحاولوا ان هما يشغلوا وقت عيالهم باي حاجه بقى عن طريق قنوات زي ما انا لسه قايله، برامج مثلا، انشطه. فعلا فعلا. كمان عمل على بس برامج تكون تعليميه او دينيه هادفه، يعني تغطي الجزء اللي هو بتاع العنف ده، ان هو مش من اول مره اتنمر فانا اظهر رد الفعل العنيف. فاهماني؟ طبعا. في كذا شكل من انواع الاذى، يعني مش اذى لفظي بس، يعني في ممكن يوصل للضرب، يوصل مثلا في اسمه ايه ده في الوظيفه، ان شخص يشوفه ويتنمر عليه حتى لو كويس فهو بيتنمر عليه، لا انت فيك حاجه غلط. بالظبط. وفي سبب عاطفي كمان، يعني بالظبط ان احنا بنحط في مواقف محرجه جدا كمان. وكمان زي ما قلنا برضو ان احنا لو لاحظنا اي حاجه في عيالنا او في اي حد بننصحه ان هو ممكن يروح للدكتور نفسي، هو هيقدر يعني يرشده ان هو يبدا ازاي يتعامل مع الناس تاني ويزود ثقته في نفسه اكتر. تمام. للاسف وقت حلقتنا انتهى. شكرا جدا لحضراتكم، واستنونا في حلقه جديده ان شاء الله.